السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن عملية قياس نسبة السكر في الدم باستخدام جهاز فري ستايل ليبري. طبعا كلنا عارفين توافر أجهزة قياس السكر في الدم في السوق بشكل كبير، وأنواع كتيرة جدا، وكل جهاز بيختلف عن التاني في مساحات التخزين لعدد القراءات أو أي شكل أو أي مميزات عن الأجهزة الأخرى. لكن جهاز النهاردة فيه ميزة تكاد تخليه يختلف تماما كليا وجزئيا عن بقية الأجهزة التانية، إنه بيقيس نسبة السكر في الدم بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. وأهم حاجة فيه إنه بيقيس نسبة السكر في الدم بدون عملية الشك أو الوخز طبعا. وكلنا عارفين إن الموضوع ده حاجة مرهقة جدا 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 لمرضى السكر، لأنهم الموضوع ده بالنسبة لهم مش مرة أو اتنين أو خمسة، لأ ده شبه حاجة مستمرة معاهم مدى الحياة. فده حاجة وفرت عليه عملية الشك أو الوخز والألم والطريقة المرهقة اللي بتتم بيها والألم النفسي اللي بيتبعها وهكذا. يعني بتنسيه هم إن أنا يعني إيه مريض وكل شوية هتشك أو يتم وخزي أو كده. فالجهاز سهل جدا وبيتم استخدامه في المنزل بواسطة المريض، ممكن بدون أي مساعدة بعد إعطاء التعليمات أو الحاجات اللازمة إنه إزاي يستخدمه أو إزاي يفحص السكر بيه، تمام. وطبعا عملية القياس عملية مهمة جدا، جزء لا يتجزأ من عملية العلاج لمريض السكر، لأن أنا بناء على المعطيات أو القراءات الناتجة هقدر أتحكم في علاجي وهقدر أرفع مستوى الجرعات اللي انا باخدها او بنزلها. فطبعا هقدر اقيس براحتي وفي اي وقت وعندي عدد قراءات كتيرة جدا. فده ميزة كبيرة جدا فيه يعني، وده اللي ميزته عن الاجهزة الاخرى. طبعا عندنا الجهاز ده جهاز بسيط، مكوناته بسيطة جدا، هو يكاد يتكون من 3 حاجات بشكل اساسي. اول حاجة اللي هو القارئ نفسه او الجهاز ميزته برضو عن الأجهزة التانية إنه في معدل تخزين قراءات كبير جدا بيصل ل90 يوم. يعني أنا عندي 90 قراءة ب90 يوم مثلا لو أقيس مرة واحدة في اليوم. النسبة الكبيرة دي أو العدد الكبير جدا ده من القراءات بيخدمني أنا كمريض سكر، إن أنا أتابع سكري وأشوف الدنيا عاملة إيه، وكمعالج أو كطبيب انه يعرف هل انا ماشي صح، هل انا منتظم في جرعاتي، هل سكري ماشي كويس. يعني مثلا انا لو النهارده سكري مثلا 200، بعد اسبوع لقيته نازل بقى 120، بقى 100، يبقى انا كده ماشي في الاتجاه الصحيح والعكس. السنسور ده طبعا جهاز استشعار حجمه صغير جدا، مش مزعج ولا حاجه، بنحطه في المنطقه اللي في الذراع من الناحيه الخلفيه، وده اللي بيقوم بشكل تلقائي بقياس نسبة السكر في الدم طبعا لوحده كل ربع ساعة. وبرضه بيقوم بحفظ القراءات دي لمدة تصل ل 8 ساعات. 8 ساعات في خلال المدة دي طبعا بيتم تحويل القراءات للايه للجهاز عشان يتم تخزينها، واقدر ان انا اتابع من خلالها الدنيا عاملة ايه. يبقى انا كده عندي القارئ اللي هو الجهاز نفسه، عندي رقم 2 اللي هو السنسور اللي هو الجهاز المستشعر ده، عندي رقم 3 اللي هو الانسيرتر، الحاجة اللي انا بستخدمها عشان اثبت او اوضع السنسور على الذراع. الجهاز فيه مميزات كتير بتميزه عن الاجهزة الاخرى، وهي برضو نفس آلية العمل بتاعته، ان هو بيقوم بقياس نسبة السكر بشكل دقيق جدا وواقعي. برضو ان انا ممكن ارتدي الجهاز لمدة اسبوعين، السنسور ده بيقعد على الجسم لمدة اسبوعين، تمام. في الفترة دي بيقوم بقياس السكر بشكل تلقائي تمام لوحده، وزي ما قلنا انه بيخزنها ل 8 ساعات، وفي خلال ال 8 ساعات دي بيتم نقل البيانات او القراءات من السنسور للجهاز. برضه في حاجة تانية، ان انا ممكن اربط الجهاز ده بالهاتف المحمول، من خلاله برضه ان انا بقدر اعرف القراءات بتاعتي واتابعها على الموبايل بتاعي، واقدر ان هي بتتشكل لي على هيئة رسم بياني، بعرف من خلاله زي ما قلنا الدنيا ماشية ازاي، هل انا الوضع صحيح بالنسبة لي، هل انا محافظ، بالتالي قياساتي مظبوطة،
هل انا مثلا مش مرتب الدنيا في العادات الصحية والاكل بتاعي، فبالتالي قراءتي هتطلع مش مظبوطة، وهكذا يعني. طبعا السنسور زي ما قلنا دي حاجة مهمة، ان مدته اسبوعين وبتغير خلال اسبوعين، تمام. البطاريات بتاعته برضو بتقومه انه يقعد المدة دي، وتكاد تكون زيادة عن كده، بس احنا طبعا مش هنقعد لمدة البطارية، احنا هنغير كل اسبوعين. طبعا قلنا ميزة الجهاز الكبيرة ان هو بيتم عملية القياس طبعا بدون الوخز او بدون الشك، ودي حاجة مهمة جدا. برضو الجهاز فايدته العظيمة ان احنا هنقيس عدد مرات قياس كتير جدا، وتجنبنا الوخز، وده هيفيدنا ان انا اقدر احدد علاجي هيكون ازاي، امتى ارفع الجرعة، امتى انزل الجرعة بتاعتي بتاعت العلاج. هيكون مفيد جدا للناس اللي عندهم معدل تغير عالي في السكر، سواء كان بالهبوط او بالارتفاع. واحد مثلا سكره الصبح غير الظهر غير بالليل، فده مش هقعد انا بقى اعمل له عملية شك طول اليوم، فبالتالي ده جنبني المشكلة دي، وحقق لي ان انا بدأت اعمل مونيتورنج لمستوى السكر طول اليوم، عارف الدنيا فيها ايه. عملية استخدام الجهاز، او ازاي ان احنا نقدر نستخدمه، اول حاجة ان احنا بنحدد الموقع اللي يتم وضع السنسور عليه، تمام. بعد كده الموضع ده يا ريت انه يكون جلد صحيح، ما يكونش فيه مثلا قطع او مكان جرح قبل كده ومتليف، ما يكونش فيه نتوء، ما يكونش فيه قطع، ما يكونش فيه مكان حقن انسولين مثلا، ما يكونش فيه تهيج او التهاب. بعد كده بنعقم المكان ده او بنمسحه بمسحة كحولية، تمام. بعد كده بنشيل الغطاء بالكامل ونحط السنسور في الانسيرتر، تمام. وبيتم عملية الضبط انه يكون في وضع صحيح، تمام. بعد كده بنحط الانسيرتر على الذراع، وبنضغطه بشكل معين بحيث ان احنا نشوف السنسور او المستشعر ده تم تثبيته بشكل صحيح، ونتأكد ان هو ثابت ومفيش فيه اي مشكلة، تمام. نتأكد ان هو بقى الوضع تمام والدنيا تمام ومتثبت بشكل كويس. بعد كده بقى بنعمل له عملية وصل مع التليفون، بنسجله عليه، نعمل تسجيل وربط بين التليفون والجهاز المستشعر. بعد كده بقى بنراجع المعلومات ازاي ان احنا نقدر نستخدمه او نتابع من خلاله عملية القياس. بعد ما بنوصل الجهازين ببعض او الهاتف الذكي، تمام، وصلناه مثلا بجهاز القياس، تمام، بنظبط الاعدادات اللي بينهم بحيث ان يتم التوصيل بينهم، وبنراجع المعلومات طبعا ازاي ان انا هقدر اقيس، امتى ان انا هعرف اقيس كويس، الاوقات المطلوبة، الحاجات دي يعني. بعد كده بقى بنستخدم الجهاز نفسه عشان نمسح المجس ونقدر نحصل على القراءات اللي حصلنا عليها، طبعا كل ساعتين كل 3 وقت ما نحب القراءات عندنا متوفرة. بعد كده بقى بنحصل على ميزة كويسة اللي هو الرسم البيان اللي هيطلع لي على الجهاز او على التليفون بتاعي اللي انا رابط بيه السنسور او الجهاز، فهقدر اتابع الدنيا واقدر اعرف مستوى سكري عامل ازاي، واقدر اتابع حالتي كويس، واقدر اعرف هل انا محتاج ان انا ازود علاجي او اقلله، او ان انا استمر على الجرعة الحالية لان انا محافظ والدنيا تمام معايا، وهكذا يعني. شكرا.